ذكر أن الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله رؤيا بعد وفاته في النوم، رؤيا في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا: بمؤلفاتك العظيمة وبتربيتك وبتعليمك وبالخير الذي علمت البشرية له. فقال: كلا، وإنما نلت المغفرة بسبب أنني عندما كنت أكتب في بعض الليالي أؤلف أحد كتبي، حطت ذبابة على الريشة التي كنت أكتب بها، فظننت أنها عطشة تريد أن تشرب، فثبتت يدي ولم أحركها حتى ترتوي هذه الذبابة رحمة بهذه الذبابة. فأوقفني الله تعالى بين يديه بعد أن قبض روحي وقال لي: ماذا عملت؟ فأخذتني هيبة الوقوف بين يدي الله، فتداركني برحمته وقال: يا محمد الغزالي، أتذكر ليلة أن أدركت قلبك الرحمة بهذه الذبابة التي حطت على ريشتك وأنت تكتب؟ فإني قد غفرت لك وقبلت جميع أعمالك بسبب الرحمة التي انطوى عليها قلبك بهذه الذبابة.